أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم إذا خالفه في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، مثل عدم تكفير تارك الصلاة أو بعض مثل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: مثل عدم تكفير تارك الصلاة أو بعض المسائل المشتبهة. المسائل الخلافية الفقهية التي لها مستند ولها احتمال لا يجوز التهاجر فيها، لا يجوز التهاجر فيها. كان الصحابة وأن جاء بعدهم يختلفون في المسائل الفقهية، ولا يعادي بعضهم بعضا ولا يهجر بعضهم بعضا، هذا من فعل الجهال، هذا من فعل الجهال. نعم.